رجعنا من جديد في فاير بلاي، نحكيو على الفولي كما قلت في اول الحصه. لاخر تكبيره في بطوله افريقيا كان مفروض مطلقها يبدا منتخبنا مقابلته في نصف نهائي ضد المنتخب المصري، مقابله نستناو فيها الناس الكل باعتبارها تقريبا نهائي قبل الاوان. الى حد الان ربع ساعه على مطلقها المقابله ما زالت ما انتهتش، والمقابله اللي قبلها بطبيعه في نفس القاعة بين منتخب المغرب ومنتخب الكاميرون نلعبوا حاليا تقريبا في نهاية الشوط الثاني. تقدم المغرب في الشوط الأول 1-0، الكاميرون يسير الفوز بالشوط الثاني 24-22 حاليا، النتيجة تقريبا شوية 1-1، والمقابلة يبدو أنها ما زالت مطولة. كيف كيف ما نقطة أخرى باش نحكيو عليها اللي هي تغيير موعد مقابلة النهائي، كان بعد غدوة مراسلة توصل أمس للجامعة التونسية لكرة الطائرة تقول مقابلة باش تولي غدوة، لخبطة كبيرة بعد فضيحة الزوز مقابلة في 11 ساعة. على كل شنو صاير بالضبط باش ناخذ تفاصيل الكل من عند رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة السيد فراس الفلاحسي. فراس اهلا بك. مرحبا بك سام، ومرحبا بالسادة والسيدات مستمعي اكسبريس اف ام. شنو احوالك، شنو الامور؟ والله الحمد لله ان شاء الله لاباس. مشكور على دخلكم معنا رغم اللي في الطريق ابارامون سي فراس. اي عندي خدمة ماشي بعيد شوي. شنو صاير سي فراس في بطولة افريقيا؟ شنو هي اللخبطة؟ الاشكال الكبير اللي صار انه البلد المنظم رواندا كيف طلب تنظيم بطوله افريقيا عنده كراش شروط نتاع الاتحاد الافريقي تنظيم بطولات افريقيه للامم. اللي شي يقول كراش شروط على الاقل في تنظيم بطوله افريقيا للامم رجال وحدها لازم تحضر زوز قاعات للمباريات وزوز قاعات للتدريبات، هذايا الكراش شروط، هذايا الذكور وحدها معناها، هذايا ذكور وحدها. كيف جاوا ذكور وناس عندك لازمك اربع دوبل، معنا أربعة زوز قاعات. نحن نتو مثلا في تونس نظمنا كنت أتذكر في شهر ماي نظمنا بطولة أفريقيا الأندية بطل الرجال وبطولة أفريقيا الأندية السيدات في نفس الوقت أي. وحضرنا كل شيء، معنا احترمنا كل الشروط، عملنا الرجال في تونس وعطيناهم زوز قاعات وأكثر من أربع قاعات تدريب، والبنات هزيناهم في قليبيا وكيف كيف حضرنا زوز قاعات للمباريات واربع قاعات للتدريبات. لكن ما رانا الا حاجه برك انه البلد المنظم رواندا الجامعه الروانديه تحط على ذمه الاتحاد الافريقي قاعه وحيده اللي هي كيغالي ارينا المقابلين، معناها تخيل انت 16 دوله في الذكور ومش عارف قداش في الاناث، 9 دول سيدات الكلهم في قاعه واحده. دونك افهم انت الباقي فما قاعه للتمارين فما زاد فما قاعه واحده وقاعه واحده لكل واحد، معناها فريمون ظروف يا لطيف، معناها تحط روحك باش تلعب ماضي ثلاثه تنجم تلعب خمسه تنجم تلعب سته. انت تذكر من المباراه الاولى الافتتاحيه نتاعنا، معناها ديناها كملناها من ساعتين ونص المطاف نتاع الصباح باش نتاع الصباح، معناها غالب معناها هذه الاشكال انه البلد المنظم هو اللي حط الاتحاد الافريقي في ازمه، مش ما بعرفتوش ما احتجيتوش توما ما عرفتش. لا احتجينا من نهار الاول، نحن من نهار الاول احتجينا وكنت على اتصال دائم مع الاتحاد الافريقي ومع رئيس الاتحاد الافريقي، وهي نفسها غاديك معنا الحق قاعدة تلاقي في مشاكل وتحاول تحل في المشاكل دي، لكن ما يتحلش. من المفروض في راس الامور هذه تكون جاهزه قبل البطوله معناها. اي المشاكل دي المشاكل دي ما تتحلش بسهوله، معناها راهو الا اذا كان دخلت رئيس الاتحاد الافريقي بنفسه وانا بدي تدخلت في شيء، لكن ما دام عندك قاعه واحده ما تتحلش، معناها تولي لك لي روتار كومولي وهذاك اللي قاعد صاير طويل. كيف ظهر اللي بعثوا لكم بدلوا اخر وقت مقابله نهائي بلد غدوه ظهر؟ اي هذيك معناها خاطر جوست على خاطر الوحده اللي شو اسمه ابارامون الاتحاد الدولي راس الاتحاد الافريقي قال لهم اللي غدوه معناها نص نهار يلزمهم يعطيهم معناها غدوه الصباح يلزم يعطيهم اسماء الفرق المترشحه لبطوله العالم.
اي تصير اللخبطه هكا معناتها مش معقول في نهار معناتها تبدل الله غالب انا قاعدين تويكا انا قاعدين نحاول تويكا معناها الحل الوحيد نتاعي اني قاعد نحاول نخلي اللاعبين نتاعي مركزين على المباريات وما يهمهمش لي زاكوتي لي زاكوتي هنا نحن قاعدين نلهيين بهم معناها نسمع لي تحب ولا تكره ولا تكره ياثر هذا الكل السيفيرات تقريبا الله غالب نحاولوا نحن قدر المستطاع معناها ماهوش بدنا نحن نحاولوا قدر المستطاع انه نخليوا الاولاد بعاد على المشاكل هذه يركزوا كان على المباريات نتاعهم والاطار الفني كيف كيف. علاش ماكش موجود معاهم سي فراس انت؟ والله علاش مش موجود معاهم؟ خاطر مشاو هما قبل ومن بعد كانت عندنا التحضيرات المشي نتاع البنات دونك قعدت كيف كيف بصعوبه انه معناها نجم نبعث زوج فرق زوج منتخبات خاطر التكلفه باهظه ياسر معناها قعدنا بصعوبه باش كان مش معناها بالحق السيده وزيره الشؤون الشباب والرياضه اللي وقفت معنا ودعمتنا كل شيء باش نجمنا نبعثوهم زوج منتخبات دونك من بعد هي عندي شويه خدمه هنا كل شيء سايب الخدمه عندي برشا دونك هذاك علاش. باهي نحكي شويه فنيا انت في ذا شنو هي حظوظنا ان شاء الله خاصه مقابله اليوم تعتبر مقابله نهائي قبل الاوان. والله باش نقول لك النهائي قبل الاوان اكيد لكن حتى المباراه نصف النهائي الثانيه زاد المغرب والكاميرون لكن احنا ديما عندنا معنا المنافسه ديما من بين تونس ومصر ان شاء الله بقدره ربي اولادنا حاضرين قاموا بتدريبات باهيه وتحضيرات باهيه ان شاء الله بقدره الله فما كان خير ان شاء الله. ان شاء الله كلمه على البنات اليوم كانت هزيمه مع الكاميرون 3 بلاش. والله باش نقول لك الحظ ما حالفناش معنا في القرعه البنات معنا تعرف انت نحن مبرمجين البنات مانيش عاملين هدف تتويج نحن البنات مبرمجين رغم اللي عندنا تاريخ كبير معناها في البنات في الفوليما اللي ما عرفنا انا راجوني ليكيب عندنا ست بنات عمرهم اقل من 17 سنه راهو معناها بنات اللي عمرهم اقل من 20 سنه دونك انا عطينا بريباري كيف جديده ان شاء الله بفضل ربي فما كان الخير بالتحضير تظهر مع الناس اللي جاوا في نفس الفريق معناها جاء مع الكاميرون ومع تينا الفرق هذوما الزوز معناها هما ان شاء الله تشوفوا باش تلقاهم في البوديوم كان جينا في البول الاخرى كان نجموا يعملوا انطام باهيه وشوي شوي لكن مازال تسير الكره تعرف كل شيء ينجم يصير. يعطيك الصحة شكرا لك سي فراس على دخلك معنا وعلى كل هذه التوضيحات اللي مديتنا بها السيد فراس الفراحة رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة كنا حكينا على اللخبطة الكبيرة اللي صايرة في بطولة بحجم بطولة افريقيا يعني المفروض تكون أهم حدث في الفولي في القارة كامل يكون التنظيم على الأقل لو مينيموم معناها إذا كان مقابلة متاع نهائي يتبدل الموعد نتاعها قبل 24 ساعة منتخب يلعب زوج مقابلات في 11 ساعة مقابلات تصير كل في قاعة واحدة مع تأخير كبير ولخبطة كبيرة على البرنامج دونك هذا الكل يحدث في افريقيا ان شاء الله ما يأثرش على منتخبنا ولادنا يعودوا بالتتويج ان شاء الله يتأهلوا اليوم يتأهلوا النهائي وغدوة ان شاء الله المقابلة النهائية يعودوا بالتتويج للقب الثالث على التوالي للكرة الطائرة التونسية. مازلنا مكملين في فير بلاي حتى الخمسة موزيكا.